مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، ها هي الانطلاقه وها هي التحديات لشوط الختام مدعون من الله تعالى وتوفيقه. شوطنا هنا المنطلق وهو شوط الختام والخاص هذا الشوط بانطلاقه وتحديات هنا الثنايا القعدان المهجنات الاصايل مع الانتاج والمنتجين هنا بشعارات ابناء القبائل. نسير مع هذه الانطلاقه، نتابع الصداره، نتابع المقدمة والمركز الأول، ويأتينا نقد خليفة بن خميس بن محمد بصروب الإجتبي من يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما أبو الأبيض حمد بن سلطان بن مرخان المنصوري ثانيا، وعلى المركز الثالث هناك يأتينا قرم محمد بن خلفان بن حضيرم الإجتبي مع قرم المنطلق على المركز الثالث، بينما المركز الرابع إدباس علي بن محمد بن خلفان بن حضيرم الإجتبي مع إدباس بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة، بينما القادم هنا هملول حارب بن محمد بن حمد بصروب الإجتبي من يقدم على المركز هنا إذا الخامس سادس مراكزنا. المركز السادس أصيل هنا المنطلق عبد الله بن عنبر بالذويب العامري من ينطلق على المركز السادس. أما سابع مراكزنا المركز السابع والقادم هنا النادر محمد بن عبيد بن نورة العامري من يقدم على المركز السابع. ثامن مراكزنا المركز الثامن والمتسلل في هذه اللحظات والقادم على ثامن المراكز هنا والواصل في هذه اللحظات المثيرة محمد بن حماد بن سالم الإجتبي من يقدم على المركز الثامن، بينما المركز التاسع يأتينا هملول محمد بن سعيد بن عبيد المزروعي، وعلى المركز العاشر المنطلق متعب عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي بن عريج المنطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، ذعناها على مسامعكم. هذه هي الأسماء المنطلقة وتحديات هذا الشوط. لنا عودة مشاهدينا الكرام إلى الصدارة. المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط بهذه الانطلاقات والتحديات هنا الجميلة التي نتابعها من أرضية هذا الميدان. نتابع الصدارة، نتابع المقدمة. هناك من غير قرم على الصدارة، قرم من غير على الصدارة وعلى المركز الأول لمحمد بن خلفان بن حضيرم الإجتبي من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما نجد على المركز الثاني خليفة بن خميس بن محمد بصروب الإجتبي، ويأتينا هناك أبو الأبيض من الجانب الآخر حمد بن سلطان بن مرخان المنصوري وأصيل القادم متسللا من مركز إلى مركز عبد الله بن عنبر بالذويب العامري بنا على المركز الرابع. خامس مراكزنا المنطلق هملول حارب بن محمد بن حمد بصروب الإجتبي من يقدمه هنا بانطلاقته وتحدياته الجميلة، بينما سادس المراكز والقادم على سادس المراكز إدباس علي بن محمد بن خلفان بن حضيرم الإجتبي ينطلق بهذه الانطلاقة على المركز السادس. سابع مراكزنا النادر لمحمد بن عبيد بن نورة العامري، ووصل شعاري بن حماد مع مثير محمد بن حماد بن سالم الإجتبي يأتينا هنا منطلقا على سابع المراكز بهذه الانطلاقة الجميلة. ثامن مراكزنا يأتينا متعب عبد الله بن علي بن عبد الله بن عريج المري، والوصول من قبل هنا سليل الحمد بن راشد بن حمد بن غنير الإجتبي من يقدم سليل بهذه الانطلاقة الجميلة. هذه هي النتيجة، والقادم هنا ساجي علي بن غريب بن راشد الإجتبي. هذه هي نتيجتنا في مسيرة انطلاقتنا وتحدياتنا الجميلة. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول،
وإلى الانطلاق وإلى اندفاعة هذا الشوط وتحدياته. هنا هو الصدارة والمقدمة والمركز الأول. هناك من غير على الصدارة، أصيل من غير على المقدمة وعلى المركز الأول. أصيل المندفع لعبد الله بن عنبر بذويب العامري على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور. بينما يأتي قرم هنا لمحمد بن خلفان بن حضيرم الاجتبي على المركز الثاني والمركز الثالث. أبو الأبيض على المركز الثالث، أبو الأبيض الحمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي منطلقا مع أبو الأبيض على المركز الثالث والمركز الرابع ناجد. هنا بانطلاقة وتحديات خليفة بن خميس بصوب الاجتبي، ويأتينا إدباس علي بن محمد بن خلفان بن حضيرم الاجتبي. هنا بعد الأربعة كيلومترات، قادرنا الأربعة كيلومترات بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة. والقادم هنا النادر محمد بن عبيد بن نورة العامري من يقدم هنا على المركز السادس. سداسية، سداسية جميلة تنطلق عن البقية المشاركين. ناخذ المركز السابع، نتأخر وناخذ المركز السابع مع مصورنا. ومن القادم على المركز السابع يأتينا مثير محمد بن حماد بن سالم الاجتبي. هنا يأتينا على سابع المراكز هذه اللحظات. والمركز الثامن سليل، سليل الحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي ياتينا ثامنا. متعب تاسعا لعبد الله بن علي بن عبد الله بن عريج. هنا من ينطلق بهذه الانطلاقه الجميله وعلى المركز العاشر، والمنطلق هنا مضبوط احمد بن عتيق بن عبيد. هنا ايضا الرميثي من تسلل الى المركز العاشر. هذه هي نتيجتنا، هي نتيجتنا للمراكز العشرة الأولى هنا بانطلاقات وتحديات هذا الصباح المميز الجميل. عود ونتابع، نتابع الصدارة، نتابع المقدمة بهذا الانطلاق المميز، وأسامي خلف المراكز العشرة أيضا أسامي تتواجد هنا بانطلاقتها وتحدياتها. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول. وأصيل، أصيل على الصدارة على المقدمة والمركز الأول، مندفع بصدارة هذا الشوط. هنا أصيل بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات. أصيل المنطلق هنا عبد الله بن عنبر بالذويب العامري على الصدارة وعلى المقدمة. القرم يأتي في المركز الثاني، قرم هنا لمحمد بن خلفان بن حضيرم الاكتبي يأتينا على ثانية المراكز. والمركز الثالث، المركز الثالث أبو الأبيض المنطلق على المركز الثالث. أبو الأبيض بهذه الانطلاقة هنا حمد بن سلطان بن مرخان المنصوري من يأتينا على المركز هنا إذن الثالث. والمركز الرابع النادر لمحمد بن عبيد بن نورة العامري. وعلى المركز الخامس نجد، نجد لخليفة بن خميس بصوب الاجتبي مع نجد على خامس المراكز. المركز السادس هنا، المركز السادس، ويأتي إدباس علي بن محمد بن قلبان بن حضيرم الاجتبي. وهنا القادم سليل، سليل، سليل الحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. هنا بعد المنعطف الأخير قادم بهذه الانطلاقة الجميلة هنا، والثنين كيلومترات ومدرج الهبوط إلى المنصة الرئيسية. وصل الحذاف محمد بن مطر بن راشد بن مفتاح الشامسي من يقدم لنا انطلاقة الحذاف القادم بكل قوة. بينما صايب هنا حمد بن سعيد بن محمد المري قادم بهذا الانطلاق المميز. وهنا ساجي، ساجي، ساجي علي بن غريب بن راشد الاجتبي قايد فيلق الجبيب يقدمه
هذه الانطلاقة ومضبوط القادم مضبوط القادم مضبوط 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 هنا لأحمد بن عتيج الرميثي يقدم لنا مضبوط بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة. مضبوط هنا على صدارة أعلى المركز السادس والقادم القادم القادم هنا والمندفع في هذه اللحظات هنا شعار المجوش مع هملول عفوا هملول محمد بن سعيد بن عبيد المزروعي القادم انطلاقات هملول ولكن الصدارة والمقدمة وأصيل أصيل أصيل هنا القادم بهذه الانطلاقة وتحدياته على صدارة على المقدمة والمركز الأول أصيل المندفع هنا لعبد الله بن عنبر هنا أيضا بالذويب العامري على الصدارة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا القادم 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 بالأبيض بهذه الانطلاقة هنا نتابع هنا القادم 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 بولبيض حمد بن سلطان بن درويش هنا حمد بن سلطان بن مرخان عفوا المنطلق ومن الجانب الآخر يأتي صايب حمد بن سعيد بن محمد المري القادم انطلاقة هو مضبوط 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 المتسلل هنا أحمد بن عتيج الرميثي القادم مع مضبوط بهذه الانطلاقة والتحديات ونجد نجد هنا خليفة بن قميص بن محمد بن صوب هو الحذاف لمحمد بن مطر هنا بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي ولكن هنا أصيل على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط أصيل المنطلق على الصدارة على المقدمة هنا عبد الله بن عنبر بالذويب العامري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط أهانينا والناموس على هذا الفوز المميز سلام 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 هنا لمدينة العين على هذا الفوز المميز عبد الله بن عنبر بالذويب العامري ولحظة وصول أصيل إلى خط النهاية معلن الفوز ومعلن الناموس تهانينا مضبوط حل في المركز الثاني لأحمد بن عتيق بن عبيد الرميثي بينما المركز الثالث والقادم في هذه اللحظات نجد من حل على المركز الثالث الخليفة بن قميص مصوب والمركز الرابع هو صلاب الأبيض حمد بن سلطان بن برخان المنصوري وخامسا يأتي صايب حمد بن سعيد بن محمد المري هذه هي النتيجة نعود مع التوقيت الزمني ولحظة الوصول مشاهدينا الكرام بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة هنا أيضا بتحديات هذا الشوط وأحداثه هنا والتوقيت الزمني هنا ولحظة الوصول ب 12 دقيقة هي الحاضرة هنا هو 55 ثانية جزء واحد من الثانية تهانينا عبد الله بن عنبر بالذويب العامري بينما المركز الثاني كانت انطلاقة مضبوط لأحمد بن عتيق بن عبيد الرميثي والتهنية لعتيق بن عبيد الرميثي الوالد 12 دقيقة 57 ثانية جزئين من الثانية بينما المركز الثالث كانت انطلاقة نجد خليفة بن خميس بن محمد بصوب لقتبي من حل على المركز الثالث ولحظة وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز ومعلن الناموس بتوقيت زمني مقداره 13 دقيقة 3 ثواني 3 أجزاء من الثانية وإلى ملخص سباقي صباح هذا اليوم والزميل عبد الله القليبي.